ده قوم البس بسرعه عشان مش ناقصه. هنا مع بابا فجاه قال لي مش نازله. انت كل اصحابي قلت لهم على اللي بيحصل. قال لي كبري مخك هي ساعه مش اكتر. فتحت دولابي طلعت البنطلون. فبابا شافني بلبس قال لي بجد انا مصدوم. رح نادى على ماما قال لها شوفي بنتك. قالت البس فستان او حاجه من سنك. شوفي لك حاجه احلى خدي بالك وانت داخله انت بتدي له الحاجه ساعه تقومي وقعه. وانت قاعده تضلي ساكته ساعتها الباب خبط فجأة وكله بيجري في الشقة. لما بابا فتح الباب طلعوا الناس مع البواب والجيران من الشباك اتفرجوا باينة فرجة. والعريس كان شكله لبخة عمال يقولي بنكت بايخة. ماما تضحك وانا ساكتة وكل شوية ابص لبابا اقوله مش موافقة. قال لي لا مفيش شغل بعد دراستك واكيد وقتك في بيتك مامته قاعدة بتتنك. طب على ايه؟ عاوزين